حياة معدمة تماما يعيشها هؤلاء النازحون في أنحاء متفرقة من العاصمة المؤقتة عدن، ويرزحون تحت وطأة الحرمان والفاقة، غير أن أيادي مؤسسة الصالح التنموية استطاعت الوصول إلى هذه النواحي القصية ومواساة هؤلاء المحرومين بمساعداتها الرمضانية. نشكر الفندم أحمد علي لفتته الكريمة، وهذه ثالث سنة ندشن المؤسسة، وإن شاء الله تكون دائما كل سنة. وطبعا هذه أول مرحلة، المرحلة هي تمت في الصوامع في مديرية المعلة، والمرحلة الثانية بتكون النازحين الذي في المنازل والأشد فقرا، نمشي على مرحلة مرحلة. طبعا هؤلاء النازحين من أبناء منطقة حرب الحديدة، ومن أبناء منطقة الحديدة يعيشون في هذه المنطقة، منطقة نائية يعني صحراوية، لا يوجد لديهم إلا الخيام. ويعني نشكر مؤسسة الصالح على نزولهم اليوم إلى هذا المخيم وتقديم الدعم لهؤلاء النازحين في هذا الشهر الفضيل، في هذا الشهر الكريم، نشكرهم جزيل الشكر. أكثر من 430 مستفيدا من النازحين والفئات الأشد فقرا يتخذون من هذه الأكواخ منازل، ولا يمتلكون مصادر دخل تعينهم على نوائب الحياة. نشكر مؤسسة الصالح ألف الشكر على هذا الاهتمام وعلى هذه المبادرة التي قدمتها للنازحين من شتى الوسائل من أشتى المحافظات، ونقول جزاكم الله ألف خير. احنا غالبنا عن النازحين على لقطة هذه اللي يسموها قرابع دباب، لقطة دباب والنبع خردة، ما فيش دخل ثاني، ما فيش أي حاجة، ما فيش رواتب، ما فيش هربنا من الحرب، لحنا عايشين على هذه الحالة، ما فيش غير أي دخل. مشاعر الامتنان والعرفان بدت جلية على محيى المستفيدين، خاصة وأن المساعدات جاءت في ظل احتياجات ماسة وأوضاع قاسية للغاية عكستها ردة فعل هذه العجوز التي لهجت بالدعاء للقائمين على المشروع. أشكر جمع الصالح وأشكر أحمد علي صالح، إن شاء الله ربي يقيمه وينصره، إن شاء الله إله أبو في الدنيا يجيب لنا إياه، وله أبو راح ربنا ينتقم من الذي انتقم منه وضيع إحنا، يرجع لنا أحمد علي إن شاء الله يكون أحسن من أبوه 130 مرة، واللي ظلم احنا من علي عبد الله صالح يظلم شعوب الجنة ان شاء الله، لا تهناها ولا تمناها، ما يتمنى للنار اللي عارف احنا في بلاد. احنا كنت اشتري 2 كرات الزبده بسكوت بخمسة ريال، اللي من بسكوت حكى كده ب 500 ريال واحد، ظلم احنا وشردوا احنا شردنا، لم اتمنى شابوا سال الارض برسله، كان عبد الله صالح حيده ولا صورته قبل شحيده شكنا عشبرد، أكون نفدا وفدا طرق اللي يمشي عليهم، إن شاء الله ربي يندي لنا أحمد علي دواله ينصرهم على القوم الكافرين اللي ظلموا إحنا وجردوا إحنا من بلاد إحنا. التبرعات هذه والمساعدات الآن عجت في وقتها، خاصة وأن إحنا في أواخر شهر رمضان المبارك، لأن الطفل الصغير الآن عجت في وقته والله، يشيلوا شرعوا ودينا المستشفى لأنه معاه عودة بعد شهر، واليوم نفس الموعد حقه. جمعية الصالح طبعا لها دور كبير منذ 7 سنوات في رفع المعاناة عن النازحين، ونشكرهم على ذلك جزاهم الله ألف خير بما يساهمون به من دعم سنوي في شهر رمضان الفضيل لدعم هؤلاء النازحين المشردين المبعدين عن منازلهم بسبب الحرب. يأتي شهر رمضان بخيره وعطاءاته السخية التي جسدتها مؤسسة الصالح في عدن للعام الثالث تواليا عبر مشروع المساعدات الرمضانية. وسط القفار وفي المناطق النائية والقصية المليئة بمعاناة النازحين وألمهم، وصلت مساعدات مؤسسة الصالح الرمضانية للتخفيف من الأوضاع المعيشية التي يكابدها هؤلاء. بديع سلطان، اليمن اليوم، عدن.